تعالوا مع بعض نعمل طبق مكرونه سريعا كده. مكرونه بزيت الزيتون والثوم، في ميه بتغلى على النار معايا بحط فيها معلقتين من زيت الزيتون. حلو قوي، تمام. وهنحط شويه ملح، ده الطبيعي، بس خلي بالك تعملي كنترول على الملح وانت بتسلقي المكرونه بالذات، لانك بتعملي صوصات، الصوصات دي طبعا بتحتاج لملح. نعلي النار عينيه، اهو المقادير على الشاشه. مكرونه اهي، ابن حلال والله. ومعانا الثوم ومعانا زيت زيتون، ادي الثوم والبصله وزيت الزيتون. حلو قوي، الثوم معانا اهو وزيت الزيتون، دي كل المكونات وشويه زعتر. عينيه اهي زي الفل. طبق المكرونه ده انا بعشقه، ولما ارش عليها رشه فلفل اسود باكل صوابعي وراها. ده يعني بالليل عايز اكل وعايز اضحك على نفسي، علشان انا من الناس اللي ما بيحبش ينام وهو جعان، مش ان هو يعني جعان، لا ما بيجيليش نوم. يعني بقول لك اذا امتلأت البطون نامت العقول، الواحد يحب يريح اعصابه كده، ياكل اكله حلوه كده ويريح وينام وهو ايه قاعد بيتفرج على التلفزيون. حلو الكلام، بس ياكل حاجه مش مضره، يعني ما نضربش كبسه مثلا ولا محشي وننام. يعني لو طبق مكرونه زي ده مفيش اي مشكله منه، على فكره مكرونه بزيت الزيتون والثوم حاجه خفيفه وزي الفل. هنحط معلقه زيت هنا زي الفل مع الملح، وننزل بالمكرونه نسويها شويه تلات ارباع سوا. يا سلام، ايه الصوت ده؟ الصوت ده يجوع. حلو قوي، تمام زي الفل. نسيبها تستوي على النار شويه. على المكرونه ما تستوي، اخبار المكرونه ايه؟ نبص عليها كده بصه. مكرونه العب، زيت زيتون شويه ملح، واسيبها كده ايه تفك عشان اجهز لها زيت الزيتون مع التومه الحلوه مع شويه الروزماري. ايه الحلاوه دي؟ سلق المكرونه يا اخوانا ابداع، فن، ما تستسهلوش بيه، والله العظيم بتكلم جد. سلق المكرونه عشان تعملي طبق مكرونه فن، بس عشان نبقى فاهمين القصه. تعالوا نعمل طبق مكرونه سريعا كده على النار. طاسه جاهزه والمكرونه زي الفل، اشيلها من النار كده، عايزها في الميه خليها. واخبار الطاسه هنا، اخبارها ايه؟ زي الفل. النار، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. طب نشتغل على النار ديت. حلو قوي، بسم الله الرحمن الرحيم. زيت زيتون، وكتري زيت الزيتون، لان زيت الزيتون ده مش هيقعد على النار كتير على فكره. هي المكرونة ديت معروفة بزيت الزيتون والثوم، بيبقى زيت الزيتون باين فيها. عينيا اهو زي الفل، ومعايا كده ورقتين من الريحان الأخضر اهو، شفت الجو ده كده اهو، خليك في المطبخ كده اهو. معاهم شوية ثوم سريعة كده، دي هتحط عليها المكرونة وتشيليها على طول من النار. وادي الثوم بتاعي، ما تستنيش على الثوم لما يتحمر، خلي بالك خالص، بس النار تبدا تشتغل معاه على طول، بننزل بالمكرونه بتاعتنا ونشوحها ونقدمها. طبق المكرونه ده على فكره صحي 100%، المكرونه مش مؤذيه. اللي يقول لك انا عامل ريجيم باكلش مكرونه، لا. ليه؟ لان المكرونه عندنا مكرونه بالبشاميل، يعني واخده دقيق واخده حليب واخده زبده واخده بيض واخده جبنه، مكرونه مثلا بالوايت صوص. ولكن المكرونه مكرونه عباره عن دي داخل عليه سميد وبيض وزيت، دي العجينه بتاعت المكرونه عشان نعرف ايه التفاصيل بس. فالمكرونه مفيش خطوره منها خالص. حطينا شويه الثوم مع زيت الزيتون على النار اهو، يبدا الثوم يشتغل بالشكل ده كده اهو. ايه الاخبار؟ الطبق ده والله العظيم بالليل لما بكون عايز اكل بيتعمل لي اهو اهو اهو. الثومه كده مش عايزه تاخد لون خالص، اشم ريحتها بس مع زيت الزيتون وعود الريحان الاخضر الحلو اللي انا حاطه ده كده. احط يا عم الشيف شويه فلفل يا دلعك، وشويه بابريكا يا دلعك اهو، واقلبهم تاني اهو، وناخد المكرونه بتاعتنا الحلوه دي كده ونصلي على الحبيب قلبك يطيب. من الميه حذاري تاخديها وتحطها على الحوض تغسليها، تنزل هنا يا ويلي يا ويلي اهو اهو، بميتها كده ما تستنيش عليها لما تتصفى كلها اهو. واقلب كده، خلص طبق المكرونه
ألف هنا وشفا للي ياكل منها، هتاكلي صوابعك وراها، نعمين. هو ده الكلام، والله السؤال ده يا شفيق اتسألته مليون مرة، ليه ما هي المكرونة نغسلها من إيه؟ طب نسأل بعضنا كده، أنا معاك نغسلها، نغسلها من إيه؟ كان زمان وإحنا بنتعلم مطبخ ومدرسة، لا دلوقتي في علم، في أبحاث، في ثقافة طهوية، في رؤية، في فن، في إبداع، الشيف المغازي حط أسسه على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، أه مكرونة فيها النشويات بتاعتها، فيها في الليفر، فيها الطعم، بألف هنا وشفا نقدمها. والله عايزين جبنة بارميزان عليها اختياري. عايزين جبنة موزاريلا عليها اختياري، حسب الرغبة، أدي مكانة أه عينيا، طبق المكرونة أه أه زي الفل، خلص طبق المكرونة أه. اللهم صل على النبي أه. تاكلي صوابعك وراها، صحية 100%، زيت زيتون وتوم أه. في طماطم كده مجففه بتتباع في السوبر ماركت، حابه تجيبيها تقطعها مكعبات صغيره، كريات صغيره وتحطها فيها زي الخواجات، اهلا وسهلا، اصرفي اصرفي وكلفي، حلو اختياري، تكتفي بالريحان الاخضر زي ما الشيف المغازي عمل كده، اهلا وسهلا. مطبخنا النهارده له تفاصيل كتيره، مطبخ صحي حريص ان انا اعمل الاكلات تناسب كل افراد الاسره الصغير والكبير. عملت طبق مكرونه موسوعه علميه بتكلفة قليلة، ولكن الخبرة الطهوية في سلق المكرونة زي ما قلت لحضراتكم